الساعة بقت كام؟ يعني حوالي 1 بالليل. مش قادرة خلاص بسقط. طيب تحب أوصلك؟ لا نستنى بس نشوف الدكتور هيقول لنا ايه وبعد كده نبقى نتحرك. انا حاسة انه خلاص لازم انقل الجليل. بجد؟ يعني هتسيب القاهرة؟ انت شايف فيها حل تاني؟ وبعدين فريدة ما ينفعش تتساب خالص في الظروف دي. صح. طب وائل؟ انا لسه ما فتحتهوش في الموضوع بس هو هيبقى صعب جدا ان هو يجي هنا. هو ايه اللي هو بيتصل؟ معلش رد عليه. لا ردي براحتك، انا هروح للدكتور اطمن على فريده لحد ما تخلصي. ايه وائل؟ ما تطمنيني على فريده كده. لا هي لسه في كوما، انا في المستشفى مستنيه الدكتور بس يطمني عليها. لوحدك؟ اكرم كان معايا ومشي ودلوقتي معايا ياسين، يعني بس نطمن وبعد كده هيروحني. ايوه ياسين، صح كده. ماله ياسين؟ انا بس مش فاهم ايه علاقته بيك ان هو يفضل قاعد معاكي نص الليل يعني. يا وائل حرام عليك، انت بجد شايف ان انا في سيتويشن يعني يسمح دلوقتي انك تقول الكلام ده؟ انت صح، بس انت خطيبتي برضه يا كرم، واجب عليا ان انا احميكي واقف جنبك واديلك سبورت لما انت تبقي عايزه، وبالاخص ابعدك على الاشكال الضاله اللي واقفه جنبك دلوقتي، وبالاخص انت بتتكلم مين؟ بتكلم مع ياسين. هو سامع كل كلمه انا بقولها وبعدني بقاله اكتر من 4 ايام، ده معناه ان هو مراقبك انت كمان. وطبعا دلوقتي هو سابك تتكلمي لوحدك وقال يعني مش عارف انت بتتكلمي مع مين. بس هو في الحقيقه اقرب مما تتخيلي. رحمه امي ورحمه امي احبسك. ياسين مين ده اللي بيسمعنا؟ هو انت قصدك ايه؟ كارما ممكن تسمعيني؟